بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، جبت لكم اليوم وصفة ما كانش اللي ما يحبهاش. إن شاء الله تعجبكم حبيباتي وتجربوها لوليداتكم. سهلة وما فيهاش ليمون، ما تحتاجوش ليمون هادوك تاع لي كورني. شوفوا حبيباتي، هذه لاباط فيتي، انا حطيت لكم الوصفة تاعها في الفيديوهات السابقة. بات فيتي تاعها سهلة، تقدروا تخدموها كيما قلت لكم في الفيديو تاعها، سهله ما تعيي في اليدين، ليه ليه ديروها. نبداو على بركه الله. لاباط فيتي كيما قلت لكم في فيديو درته من قبل، تحب نحطها لكم في صندوق الوصف اللي تحب تشوفها، نحطها لها في صندوق الوصف. شوفوا مكونات صغيره، وانتم فرحتوا وليداتكم. هذا النوع تاع البريوش هذا ولا الكرواسون راهو يتباع حبيباتي في افخم المخابز كما يقولوا. ديروها لوليداتكم، ما يكلفوش، على تحط شريو الوحده ب 4000 ولا ديروها. حتى الشوكولا، الكميه تاع الشوكولا اللي درتها تاني ما داتليش بزاف. دوك نقول لكم قداه داولي لي كورني هادو. هكا نرشو حبيبتي بالفارينه. انا درت لاباط هذه كامله، قسمتها برك على زوج كيما قلت لكم في الفيديو تاع لاباط فيتي. بلون دو طرافاي تاعي صغير، ما نقدرش نحلها كامله فرد خطره. صدقوني حبيباتي، تبعوا الوصفه بكل تفاصيلها وراح تنجح لكم، ورايحين تفرحوا بها وليداتكم. الدخول المدرسي على الابواب كيما يقولوا. وجدوها، حطوها في الكونجيلاتور، وكي تحتاجوها تلقاوها واجده حبيباتي. نديروا الفرينه ونحلوا لاباط تاعنا، نحلوها مستطيل، لازم تكون مستطيل. هنا اللي تحب ديرها كرواسون ديرها، واللي تحب ديرها كورني ديرها. تقدروا ما تديروها في هذوك لي سيجار تاني اللي يتباعوا، هذوك تشريوا هذوك لي مول تاع لي سيجار تلهوتوها. تسمى تشكيل كل وحده. انا عطيتكم هاد الطريقه اللي درت بها، وانتم كل وحده دير كيما تحب حبيباتي. هكا نديرو الفرينه، ما نكثروش بزاف، قيس برك باه ما تلصقناش. هي لاباط صدقوني ما تلصقش، تجي تعاونك على الكيف. شوفوا الزبده كيفها موزعه فيها، شوفوا قد ما حليتها. درك اللي تحب دير لي كورني كثر من هكا تقدر، اللي تحب تزيد تكبر لي كورني كثر من هكا تقدر تزيد تحلها كثر من هكا. كل وحده والحجم تاع لي كورني اللي تحبهم. انا كنت حنقطع لهنايا، وبعد لقيتها شوي مازالت خشينه في الحله، نزدت السمك تاع حبيبتي. ها وباين لكم قد ما نحيو هذوك الزوائد هذوك هكا باش تعدلوا المستطيل هذاك تاعكم. هذوك ثاني اللي زايدين ما ناش حين نرميوهم، انا من بعد حطيتهم راك حوبك وزدت حليتهم درت بهم كورني. حاجه ما تترمى حبيباتي. شوفوا الطريقه كيف نقصوا، تبعوا برك الطريقه بالتدقيق وتصلح لكم. راهي الوصفه هذه ما شدش يعني بزاف اللي داروها، بربي ان شاء الله كي تشوفوها راح تفرحوا بها وليداتكم كيما قلت لكم. اللي عندها الحلال هذا اللي نقصوا به، ماشي الحلال، نقول لكم القصاص. هذه الرولو هذا تقص به حبيباتي، واللي ما عندهاش تقص بالموس عادي. انا قبل ما نشريها كنت نقص بالموس، ماشي هاد الحوايج ما همش يعني ضروريين. لازم كي تعدوا راح نديروا، حنقول لكم البيتزا كي تعدوا راح نديروا كرواسون قصوها في النص كيما نعدت لكم. هادو لي كورني شوفوا كيفاه ديروا، سهلين. ترولي هكا على جهه وحده، شوفوا ما تضغطوش حبيباتي. نحيو لكن كثرتوا الفرينه، نحيو هذيك الفرينه نفضوها. انا اللي ما كثرتش، لازم هذاك تحطوه هو اللي من تحت، هذاك الشغل اللي قفلتو بيه كملتو هذاك. لازم تحطوه هو الجهه التحتانيه. تكسلو شويه هذيك لاباط، تزيدو كسلوها شويه هكا كيما نقولو حنا طوطوها. ومن بعد نروليوها، نروليو هكا برك
كيما بتكون بشوية برك، ما كان لها تضغطوا عليها ولا كنت تضغطوا عليها بعد قدر ما تورقش. انا ما جربتش الحق هذه تاع نضغط، بصح لازم تخلي لاباط هذيك على راحتها حبيبتي. شوفوا رقوا هذيك اللي نحطوها، زيدوا تكاو برك عليها، رقوها شوي. انا قلت لكم شوفوا هذه الكرواسون، بصح هادو لي كورني دوري جيها برك، تبقاي دوري هك يعني، هاي باينه يعني الشرحه، وبلا ما نبقى نشرح. تبعوا برك، ما تعقبوش الفيديو حبيباتي، صدقوني راني نمد لكم غير الوصفات، بربي ان شاء الله اللي حنين ينفعوكم ورايحين نديروا بهم حاله. اللي تحب تدير حتى مشروع يعني تقدر دير بها مشروع. شوفوا حبيباتي، تكسلوا هذيك لاباط تاعكم مليح، راني ناكد لكم مليح، ان شاء الله تعجبكم حبيباتي، وان شاء الله شرحي يكون يعني مقدهن. وحده في لي كومونتير يقولوا لي الشرح تاعك راهو مبسط وراهو رب يعني، بربي ان شاء الله يستفادوا بعدا البنات الصغارات اللي قاعدين يتعلموا، ان شاء الله ننفعوهم. شافوا كيما قلت لكم الحجم، تحبوا تكبروا على هكا في القصان، كبروا على هكا هذا الحجم يعني جاوا على الكيف، حتى اللي يدي حبه يكملها. هي يعني هاد الوصفات ما مديرهم كبار الحبات ما يتكلوا، صدقوني هادي دوكا الكرواسون. اللي يحب يدير طريف شيكولا هكا في النص صعويرولي تقدروا تاني هكا نرقو هذيك اللي ولازم نحطوها هي تحت. شوفوا نرقوها برك، اللي خافت ما تلصقلهاش ولا تقدر تدهن شويه برك بيض البيض حبيباتي. هاني قاعده نزيد نعاود نشرح لكم حبيباتي، دركا كاينه اللي تفهم ليه ليه، كاينه اللي ما فهمتش ولا تعاود برك الفيديو حبيباتي. كيما وحده شرحت في كيما قالت هي الفطير تاع تريده تاع الطاجين الفيديو، والحمد لله يعني يعني لقى مشاهدات كبيره. قالت لي الفطير وضحي لنا مليح حبيبتي، يعني موضحه يعني، زيدي برك عاودي حبيبتي الفيديو وشوفي مليح. راني نشرح كيما قلت لكم، كلي نشرح لبناتي معايا في الدار، على بالي البنات الصغار عن بالي مش راحين يفهموا ليه ليه. وحده كبيره قادره تقول هذه تشرح وتعاود وتهضر، ولا انا ما نعرفش ندير هكا، بصح كاينين بنات صغار ما يعرفوش، لازم تشرحي وتعاودي وهما يشوفوا، وان شاء الله يوليو بنياتنا كل في حلاته ويعولوا ان شاء الله على روحهم. شوفوا حبيباتي حطوهم هكا في المول، لا كان تحبوا تدهنوه بالزيت، تحبوا تحطوا بابي كويسون. انا صفار تاعي تاع البيض ولا صفر تاع العظمه، نزيد له شويه تاع قهوه، كون تزيدوا كاينين نزيدوا الكاكاو، الكاكاو يبقى لكم هكا من هكا حرش وحسي هكا، انا ما نفضلش الكاكاو، انا نزيد هكا حبيباتي نزيد شويه تاع قهوه. اللي عندها النسكافي ولا هاي مقاطعه يعني ما نديروش النسكافي، ديري شويه قهوه طايبه وبارده، خبطي مليح وشوفي ندهنوهم ومن حطوهم يطلعوا يتخمروا مليح. انا دركا كي دهنتهم انا ما شعلتش الكويزينيير، خليتهم صح حتى بداو يطلعوا، باه شعلت الكويزينيير تاعي. الكويزينيير حبيبتي في المخبوزات اي باينه تكون شويه عاليه، وحطيهم في الرف الفوقاني خلاص، كويزينيير ديريها حتى ل 200 درجه، وكل وحده تعرف الكويزينيير ولا الفور تاعها، كاينه اللي تشعل من فوق لتحت، كاينه لي فونتيلي، كاينه كل وحده حبيبتي تعرف الفور تاعها. ديريها 200 درجه، ديريها في الرف الفوقاني، كي تشوفيها تحمرت من تحت يعني ما يطولوش، صدقوني بالك 10 دقائق تلقاوهم حكموا روحهم. نتوما عسوهم برك بما يتحرقوش، خاطر راهم صغار ليه ليه يطيبوا. كي تشوفوهم حبيبتي طابوا من تحت، باينه بلي تهبطوهم لتحت وشعلوا الكويزينيير تاعكم من فوق. شوفوا ربي بارك فيه، جاو هنا مطلعوا تخمروا لهنا هام في الكويزينيير يطيبوا. شوفوا حبيباتي لهنا دهنوهم كيما حبيتوا، تحبوا بالعسل تحبوا بالناباج، انا هذا والمعجون اللي درته تاع الكرطوس ولا الكرموس ولا كيف يسميه هذاك العسل نتاعو، راني ندهن به. تدهنوا بمعجون المشمش كل وحده واش عندها. هنا حبيبتي اللي تحب، هذه هي طريقه التزيين، تدهنهم هكا
ودردروا طرف هكا تاع حاشي تاع كرواسون ولا حبه هكا تجيكم صغيره ولا تاع لاباط فيتي هكا دردروها هكا من فوق. اللي عندها كاوكاو مرحي كل وحده لوز ايفيلي كل وحده واش عندها في الدار. تحبوا تخليهم هكا حبيباتي، تحبوني دوك ندير لكم ثاني تزيينه كي شفتوا في الاول تاع الفيديو، شافوا هكا الكرواسون هذه بعد وتفتتوا. اللي عندها حبيبتي وتحب دير لوليدها تاع ام يحبوا خي تاع الشيكولا الحاجه، ديروا شوكولا طارتيني ولا خدموا لهم شويه كريم باتيسيير. تحبوا نحط لكم الوصفه نديرها لكم كاشي نهار كريم باتيسيير، وتجيب كي شوكولا بالكاكاو شويه شيكولا. تحبوا تغطسوها في الشيكولا، تحبوا تخليوه هكاك. صدقوني الشيكولا انا 100 غرام شفتوا هذيك الطابله تاع شوكو دادا تسمى اي معروفه، مانيش انا حنجي ندير لها الاشهار تاع شوكو دادا، يخي فيها 500 غرام فيها 500 غرام. هذيك كي تنحي بلاكه وحده هذيك منها 100 غرام، شوفوا كيفاه منق، شوفوا الله يبارك والله جا صدقوني خفيف كي الريشه، عطيوه برك حقه في الطلوع وبرك وتشوفوا كيفاه يجيكم يجي يسخف. كيما قلت لكم حبيباتي هنا دهنوا على راحكم بلا كريم باتيسيير معجون كل وحده واش عندها. كيما قلت لكم انا هذيك الشوكو دادا درت بلاكه وحده تسمى درت 100 غرام، داروا لي ربع حبات هذو اللي نديرهم ويزيدوا يديروا لي حتى 6 حبات، سما ماهمش مكلفين. يجيك ضيف هكا تحبي ديري له حاجه بريزونطابل، تحبي تروحي تطلي على مريض ولا تديهم في يدك، المهم اللي تحب دير مشروع ربي يوفقها حبيباتي. وان شاء الله تتبعوا الفيديو وان شاء الله تخليوا لي كومونتير حلوين كيما نتوما، وبارك الله فيكم اللي قاعدين تكومونتي واللي جيتوني جدد. نقول لكم ربي يحفظكم وربي يجازيكم كل خير حبيباتي. شوفوا دركا كيفاه ندير، كيما قلت لكم كل وحده تزين كيما تحب. دوك نزيد نعطي لكم الحبه الاخرى كيفاه جات، كيفاه جات من داخل. كيما قلت لكم وبعثوا بارطاجيو الفيديو تاعي بعدا للبنات الصغار. كيما قالت لي وحده اللي عندها بنتها مزوجه بعيد ولا وصغيره ولا ما تعرفش هاد الحوايج، ابعثوا لها حبيبتي اكيد رايحه تستفاد من عندي. وبقاو على خير، الفيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله. ها هو انا قاعده نعتلكم، ها السلام عليكم.